مشاهدينا ايضا للمزيد من المتابعه والتفاصيل بينضم الينا عبر الهاتف دكتور محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. يعني طبعا مش هسال على اهميه الحدث لانه الحقيقه كل انظار العالم بتتجه الى هذا الحدث المهم كوب 27 اللي سيقام على ارض مصر. خليني اسالك على اهميته بالنسبه لمصر او اهميه اقامه هذا الحدث بالنسبه لمصر ويعني مدى انشغال العالم اجمع بالتغيرات المناخيه يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شفنا وسمعنا من مراسلكم في شرم الشيخ ان على هامش او على يعني بخصوص هذا المؤتمر اصبحت مدينه شرم الشيخ مدينه اخرى تماما. هكذا التغيرات المناخيه عند استغلالها الاستغلال الصحيح وان يتم استثمار الفرص المتاحه فيها تختلف الامور، ولكن بالعكس العكس هو الصحيح. لو ما تمش التعامل مع قضيه تغير المناخ بالطريقه الصحيحه سيكون تأثيراتها السلبية وخسائرها أكبر بكثير مما حتى يتوقع العلماء والمهتمين. أهمية هذا المؤتمر لمصر هو يمكن للمرة الوحيدة أن يجتمع هذا الكم الكبير من رؤساء الحكومات ورؤساء الدول وزعماء الدول والسياسيين والمعنيين والعلماء في مكان واحد لمناقشة قضية مهمة وهي قضية التغيرات المناخية. فعلى مستوى السياسي كل هذا الزخم الكبير وكل هذا العدد الكبير من مشاركة الدول، الحمد لله علاقات مصر سياسيا علاقات جيدة مع الغرب والشرق. مش هنلاقي في خلال هذا المؤتمر أن بعض الدول زي الصين أو روسيا تنسحب أو حتى لا تمثل بالتمثيل الجيد. طيب. كل ده مش هنلاقيه، هنلاقي أن في حدث على المستوى السياسي والعالمي حدث كبير جدا. ليه الحدث كبير؟ عشان حتى المواطن البسيط يفهم هو ليه الحدث ده كبير، يعني ليه مؤتمر الأطراف أو قمة المناخ العالمية حدث كبير، لأن التغيرات المناخية التي تحدث الآن في كل مكان على سطح الأرض سواء كان دول مناطق جافة أو باردة أو معتدلة، سواء كان دول نامية أو دول متقدمة، تأثيرات التغيرات المناخية تأثيرات كبيرة لدرجة أن السيد فخامة رئيس الجمهورية في كلمته في منتدى التعاون اللي كان في العاصمة الإدارية من أسابيع أو حتى كان في حوار بيترسبرج في برلين في ألمانيا يقول أن قضية تغير المناخ قضية وجودية. هي نعم قضية وجودية لأنها أصبحت المهدد الأكبر لاقتصاديات أكبر الدول على سطح الأرض. أي أزمة عالمية لا محالة ستنتهي أو تنتهي حتى لو كانت حرب عالمية، إلا أزمة المناخ هي أزمة مستمرة وفي كل وقت يكون تأثيراتها كبيرة جدا. لذلك هو الحدث حدث كبير طبعا جدا على المستوى العالمي. على المستوى المحلي أن تكون مصر في صدارة كل الأخبار وكل وكالات الأنباء كلها تطلق اسم مصر في صدر أخبارها وفي صدر صفحتها لمدة صحيح. 12 أو 13 يوم متتالية وما قبلها وما بعدها. لا ده حدث مهم جدا. أنا كمواطن أو أنا كدولة مصرية هستفاد بإيه؟ هستفاد أن الدولة المضيفة بيبقى لها الأولوية. أنا عندي حزمة مشروعات مهمة الآن يتم تنفيذها أو سيتم تنفيذها. هذه المشروعات تحتاج إلى موازنة كبيرة وتحتاج إلى تكاليف كبيرة لتنفيذها. الموازنة العامة للدولة أو بمعنى أصح الجهود الذاتية للدولة مش هتقدر عليها، فإحنا بنأمل أن يكون لنا نصيب من التمويل العالمي لتغير المناخ عشان أقدر على قد ما أقدر أوفي جزء من احتياجاتي كدولة للحد من تأثير هذه الظاهرة وهي تأثيرات كبيرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الحقيقة على كل ما تفضلت به من المتابعة والتفاصيل. الدكتور محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.